أنا رسام، أرسم زخارف، أرسم على كل شيء. أي شيء أشوفه فاضي قدامي أحاول أرسم عليه وأضيف لمستي الخاصة عليه. رسوماتي فيها من البساطة والتفاؤل وحب الحياة، وشخصيتي أنا أعتبر نفسي متفائل، بحب الحياة، مجتهد، مكافح. بدأت أرسم من أيام عمر 12 سنة، كنت دائما في المدرسة أحب أرسم، أرسم على الطاولات، أنا كنت أرسم خطوط على كل شيء، فمع الوقت تطورت هذه الخطوط، فصرت أرسم فيها لوحات، وتعلقت بهذا الشيء. الرسم اللي أنا أسويه هو دودلينج آرت، معناته بالعربي خربشة، بس أنا ما أفضل أنه يسمى خربشة، أحب أسميه زخارف. أنا أخصائي أشعة قلب، هذه وظيفتي الأساسية، لكن بالنسبة لي الرسم أنا أعتبره يكسر روتين حقي، ويعتبر لي شغف وعملي توازن في حياتي العادية. عادة سعدت؟ أكيد، تفضل. شخمط يعني؟ تفضل. أكيد. طب دحين كيف أشعة ورسم؟ سؤال صعب. أشعة هو تخصصي، هذه وظيفتي اللي أنا دائما أروح لها. أوكي. لكن الرسم بدأ معي من زمان، من أيام ما كنت صغير. حلو. حاولت أخليه على جنب وأركز كثير على دراستي، بس في نفس الوقت ما قدرت أستغني عنه. طيب يقولوا عنك هادي، وكيف يعني شخاميطك بتبين عكس تماما؟ أنا هادي لأني بكثر شخابيط على قولتك. بالنسبة لي الرسم هو اللي يخليني دائما هادي أغلب الأوقات، في كل الظروف المحيطة حولي لازم أرسم عشان أفضل ثابت وهادي. مع الوقت والممارسة صرت أرسم في الأماكن العامة، رسمت أكثر من كافيه، سويت ممكن معرض أو معرضين، رسمت على لوحات، فهو يعتبر أنه مصدر دخل بالنسبة لي. جيت ساعدك الرسم أنك تعدي مشكلة أو حاجة صارت لك؟ أغلب الأحيان إيوه، بالنسبة لي الرسم هو اللي دائماً يخليني مهما صارت لي من مشاكل أو أشياء، الرسم هو اللي يخليني ثابت في كل الظروف اللي حولين. اللي بسوي كويس ولا قاعدة تجيب العيد؟ لا تمام تمام تمام. على سيرة الخربشة، يعني أنت لما تجي ترسم بتفكر قبل ولا على طول اللي يطلع معاك بتسوي؟ أول ما بدأت الرسم لا، كنت أفكر. أغلب الأحيان أستوحيها من الأشياء اللي حوالين، ممكن يكون أشكال الناس، الزخارف اللي نشوفها دائماً في المباني، من التراث. بعدين مع الوقت خلاص صار عندي هذا النوع من الرسم زي الخط خاص، يعني على طول، بس لما نبدأ ما حقدر أوقف. أنا بالنسبة لي الرسم هو أسلوب حياة، ما أحب الروتين، فدائماً أعتبر الرسم بالنسبة لي أنه هو الفرصة اللي خليني أتطور، أتعلم أشياء كثيرة، أكتسب مهارات أكثر. وصلت مرحلة في حياتي أنها صارت روتين، بس أقوم الصباح أروح الدوام أرجع البيت، ما كنت أبغى هذا الشيء يصير. فلأن أنا أرسم من زمان حاولت أن أطور من رسمي أكثر، حاولت أن أطلع للناس، انبسطت بالفيدباك اللي طلعت لي مع الناس، حبيت هذا الشيء، فصرت أمارس الرسم يومياً.